السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي، أرحب بكم معكم الحكيم عمر من سلسلة وصفتنا اليومية. سأقدم اليوم لكم 3 طرق بسيطة وسهلة جدا للفحص والكشف عن الزيت المغشوش من الزيت الغير مغشوش. 3 طرق بسيطة ستنال إعجابكم. الطريقة الأولى هي باستعمال الضوء ونفاذية الضوء، الطريقة الثانية سنستعمل بالرائحة، والطريقة الثالثة باللون. بالنسبة للون، كما تشاهدون هناك فرق بين الزيت الطبيعي والغير طبيعي، تستطيعون أن تميزوا الضوء الزيت الطبيعي من الغير طبيعي بهذا الشكل. يعني اختيارك لهذا الزيت الأفضل يختلف عن اختيارك لهذا الزيت. كما تشاهدون يبين أن هذا الزيت خفيف ومكسور بمواد أخرى. هذه بالنسبة للشكل واللون. بالنسبة للرائحة، تستطيعون أن تميزوا نفاذية الرائحة وقوة هذه الرائحة بين الزيت الأول والثاني. فبطبيعة الحال هذا الزيت أفضل من الزيت هذا، لأن هذا رائحته أقوى بكثير من هذا الزيت. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي باستعمال الضوء. كيف سنستعمل الضوء؟ نقوم بأخذ ضوء ووضعه على كاسة بهذه الطريقة. شاهدوا كيف يكون الضوء هنا متشتت. لماذا تشتت؟ لأن كثافة الزيت عالية جدا مقارنة بالزيوت المغشوشة، فبالتالي الضوء تشتت وأصبح يعني غير ملاحظ. أما إذا قمنا بأخذ الزيت الآخر بهذا الشكل، فكما تشاهدون الضوء هنا قوي ويعني غير متشتت، بل هو حاد الضوء. لذلك هذه جزيئات المادة ضعيفة ومكسرة باستعمال طبعا مواد أخرى، لذلك هو مغشوش بالفعل. أنصحكم طبعا باستعمال هذه الطرق لاختيارك الزيت المفضل لديكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على لايك أسفل الفيديو وشير لجميع الأصدقاء كي تعم الفائدة، وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو. كان معكم الحكيم عمر، والسلام عليكم ورحمة الله.